الرئيس أردوغان يقول أن اقتصاد بلاده يحقق قفزات نوعية، واعتبر تصنيف موديز لا قيمة له ولا يتطابق مع المؤشرات الاقتصادية الحقيقية، لأن موديز تتآمر على تركيا. ما رأيك؟ دعني أعارض ما توصيف الذي أعطاها الزميل من تركيا، لأن وكالات التصنيف العالمية هي علامة تعطيها للدول من أجل تحفيز المستثمرين أو من أجل تصنيفها، يعني تقييم موقعها في المجتمع المالي الدولي. يعني لا يستطيع أي بلد أن يتعامل بهذا الشكل أو يغفل أهمية وكالات التصنيف. يعني رأينا رئيس أردوغان أكثر من ذلك، لم يغفل فقط تصنيف موديز الذي خفض، لكنه أيضا هاجم وكالة ستاندرد أند بورز، وهذا ليس مجديا، لأن المستثمرين يعني دائرة الثقة التي وقعت فيها تركيا هي سبب كل مشاكلها. رئيس سياسة أردوغان الحالية التي اعتمدها منذ العام 2003 هي التي راكمت حال عدم اليقين في الأسواق العالمية، وجعلت تركيا في عزلة تعاني من اقتصادها. يعني رويدا رويدا دخلت تركيا في المأزق الاقتصادي، ومن المؤكد أن جائحة كورونا أضافت الكثير هذا العام، ولكن ليست هي السبب الوحيد. يعني كورونا ستنتهي وستبقى إذا بقيت تركيا أو أردوغان على سياساته المالية والنقدية. من المؤكد أن الليرة التركية لن تصمد طويلا أمام الدولار، وهناك يعني نعلم أن هناك موجة هروب رسانيل وأموال من تركيا، وهذه كلها تعود إلى انعدام الثقة بالسياسات التي ينتهجها أردوغان. أردوغان هو في بلد محاط بأعداء، يقوم بمناورات تصعيدية في شرق المتوسط، ينفق الكثير من الأموال على السياسة الدفاعية وعلى التسليح، وهذا ما أرهق الخزينة التركية وجعل الخزينة تقع في عجز يعني فاق ما توقعته. العجز المستهدف هذه السنة كان 140 مليار دولار، وقد بلغت الخزانة هذا الرقم قبل أن ينتهي العام. فإذا هناك مشكلة بنيوية في الاقتصاد التركي. طيب، هنا تقولين أن سياسات الرئيس، وكذلك تقول موديز، أن سياسات الرئيس أردوغان هي التي تتسبب في الضرر الأكبر للاقتصاد التركي، ولكن هناك مؤسسات تركية كبيرة تحاول، منها البنك المركزي، تحاول أن تحفظ هذه التداعيات إلى الحد الأقل. هل السياسات المتبعة في المؤسسات الاقتصادية الخاصة والحكومية قادرة على فرملة هذا التدهور؟ المشكلة هي مشكلة ثقة للأسواق. يعني يجب أن يبدأ أردوغان بإعطاء ثقة، مؤشرات ثقة للأسواق. لا يستطيع تبني السياسات ذاتها. العلاجات المؤقتة أو العلاجات الداخلية لن تنفع. المشكلة هي التعامل مع المجتمع الدولي المالي، ولا يستطيع أي بلد أن يبقى طويلا في عزلة عنها. يعني رأينا اقتصاد إيران، نرى اقتصاد فنزويلا، واليوم نرى اقتصاد لبنان. لا يستطيع أي اقتصاد أن يصمد في موجة العزلة وعواقب تلك العزلة. يعني أيضا تركيا معرضة لموجة عقوبات أوروبية على تجاوزاتها في شرق المتوسط واعتداءاتها على سيادة اليونان وقبرص في المياه الأقليمية والمناطق الاقتصادية الخالصة. لا تستطيع تركيا بتدخلها السافر في شرق المتوسط بحرا، وفي سوريا وفي ليبيا وفي العراق برا، أن تكون يعني بلد مزدهر يجذب السواح والمستثمرين وقادر على التعامل بكل حرية مع الأسواق المالية. يعني هذا تناقض واضح في أحوال الاقتصاد. هناك ازدواجية يجب يعني إذا فقط أعطيت رقم، لا أدري ماذا سيكون رأي أنقرة فيه. يعني الديون التركية التي كانت تبلغ 144 مليار دولار في العام 2003 منذ وصول أردوغان إلى الحكم كرئيس حكومة، وصلت اليوم إلى 450 مليار دولار. يعني هذا رقم هائل، ديون تركية تفوق ناتجها المحلي، وبالأخص أنه 60% من هذا الدين هو دين خارجي. يعني هناك مشكلة، هناك حملة سندات ومستثمرون أجانب يستثمرون في هذا الدين.